ايه يا حبيبي؟ مش هتتعشى؟ معلش، اصل ملف العدد الاسبوعي واتورطت فيه، اعمل ايه بقى؟ انت قدها وقدود. ربنا يخليك ليا، انا مش عارف لما اجوزك مين اللي هيقعد يدلعني كده يقول لي اتعشى ايه وتاكل ايه وكده. انا اصلا مش هتجوز قبلك، انا لازم اجوزك واختار لك العروسه كمان. لا، انت عايز تقعدي جنبي طول عمرك ولا ايه؟ لا، انا لازم اجوزك، خلي بالك. رضا، بجد انا عاوزاك تهتم بحياتك شويه. انا مالها حياتي؟ انا زي الفل اهو. محراب الصحافه والكتابه ده مش محتاج شريك. يا سلام. وبقول لك ايه، وهتقولي بقى اللي قبلك واللي بعدك وزمايلك عملوا وسووا والكلام ده، انا ما بحبش كده، انت عارفه دماغي. انا بقى كل اللي عايزه ان اطمن عليكي واعرف حياتك ماشيه ازاي. ايه؟ مفيش حاجه كده ولا كده؟ مفيش. انا كنت بتكدب عليا يا بت؟ حياتك عندي ابدا، انا اعرف اكدب عليك؟ ربنا يقدرني اعرف اعوضك عن بابا وماما. عارفه يا رو، نفسي اجوزك، نفسي اشوفك في البيت كده ومستقره، وعندك شويه عيال صغيرين اعرف العب بيهم. زي ما يكون كان خايف من حاجه، كان بيقول ده هو حاسس انه مش هيلحق يشوفه. يعني انا اسفه اذا كنت بضايقك بكلامي. اسفه ده ايه؟ اوعي تقولي كده. اصلي من الصبح عمال ارغي واتكلم، فمعلش. ده على اساس ان انا سواق تاكسي يعني قاعده بتفضفضي معاك؟ انت ناسي ان انا محامي بتاعك ولا ايه؟ ميرسي بجد يا اشرف. طب قولي لي بقى، رضا اخوكي ما قالكيش انه اتعرض لاي مكالمات او تهديدات او اي حاجه من دي؟ ما اعرفش، رضا كان بيبعدني عن شغل. الحاجه الوحيده بس اللي كان بيشركني فيها ان اقرا المقال بتاعه قبل ما يبعته علشان ياخد رايي. بس حتى ده مش كل وقت كان بيعمله، لما كان يبقى كاتب حاجه بطريقه حاده وخايف ان اقول له ما تبعتوش. وكان بيبعته؟ طب شوفي بقى، انا هرفع قضيه ضد مدير رضا، وعارف طبعا ده هيحصل، هيتم ادانته او في احسن الاحوال يعني التقاعه سرجانه عن البحث. طب هينفذوا الحكم؟ لا طبعا، وده ما يقلقناش خالص على فكره. وزير الداخليه نفسه عليه يجي مليون حكم وكله بيتشال في الدرج. طب واخرتها بقى؟ هي دي بلدنا يا روح، هنعمل ايه يعني؟ ادينا بنحاول نستفيد من الضغط الاعلامي. يعني انا مثلا فكرت ان احنا نرفع قضيه ضد نقابه الصحفيين. ليه؟ انت مش رضا اخوكي مخايط في النقابه؟ يبقى واجب على النقابه حمايته. يعني هو ده اللي بفكر فيه دلوقتي. المهم انا مش عايزك تقلقي خالص، كل حاجه هتبقى تمام. يا فندم، المشكلة كانت ممكن تتحل وكانت وقفت عند القبض عليه، لكن الأسلوب اللي اتبعناه مع جمال هو اللي وصله للحالة دي. أنت مش بلغته إن إحنا هنتصرف وخلاص؟ طبعًا بلغته، بس المسألة بالنسبة له ما بقتش قرصة ودن. جمال حس إنه اتغدر بيه. للمرة التانية بسألك يا علي، في إيه تحت إيد جمال؟ ما قاليش ولا عمره هيقولي. كده بقى ما بقاش بيثق فيك أنت كمان. بصراحة يا فندم، أنا لو مكانه هشك في نفسي. هو هيترحل إمتى؟ النهاردة أول عرض على نيابة أمن الدولة. عايزك تعرف لي مين اللي بيحقق معاه. رئيس نيابة اسمه زين نصار. مش سهل، أنا لسه جاي من عنده دلوقتي. على مين سعادتك؟ ولا طلع مني بحاجة، تلميذك. يا ريت يا أخي النباهة دي كانت في شغلنا كمان. الموضوع ده لازم يتلم بسرعة، وجمال لازم يخرج براحة. أيوة بس ما تقلقش، مش هكلفك أنت بالموضوع ده، في واحد تاني أنا عارف هو مين. كل ما في الأمر إن أنا يعني كنت بفكر بصوت عالي. جيمي، معلش يا كشاف. صباح الفل يا امين، المحامي بتاعه يا عم. ماشي يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا اشرف، ما تقلقش عليا، انا كويس. انا جاي لك فطار. ايه الجو ده؟ ابويا دخل عليا فجأة ولا ايه؟ ما دام بتهزر يبقى طمنت عليك. انا مش عايز اكل، انا اشرب شوية شاي بس. ماشي. النبي برنس يا باشا، واحد شاي وصاوي. حاضر.
اخبارك ايه؟ ما تقلقش سيدنا نصار رئيس النيابه اللي هتخش له ده النوع الغاتب مش سهل، هيلف ويدور عليك بالسؤال بمليون طريقه وبمليون شكل. احنا زي ما اتفقنا كلامنا زي ما هو. ابويا فين يا اشرف؟ يا جمال ما رضيتش اقول له بقى، انت عارف ابوك تعبان من القصه دي اصلا و... هاته معاك المره الجايه انا لازم اشوفه. حاضر ماشي. جبت لي معاك سجاير؟ اه امسك. الدنيا بره فيها ايه؟ ما اخبيش عليك الدنيا بره مقلوبه، الصحافه والجرايد وراهم سيره غيرك. والناس بتقول ايه؟ يفرق معاك؟ يفرق معايا سليم. ابوك مفهم انك بره مصر لحد ما الناس ببراءتك وتخرج ان شاء الله. بتشوفه؟ بشوفه وبلعب معاه بلاي ستيشن وبيكسب لي بديك طلع لابوه. وحشتني من اللذين. شكرا. بقول لك ايه يا جيمي؟ انت تعرف البنت المذيعه اللي اسمها ليلى محجوب دي؟ مالها؟ مالها ايه؟ ده من ساعه اللي حصل وهي مهيجه عليك الدنيا بشكل غير طبيعي وجايبه صور وتفاصيل وحاجات مش عارف جايبها منين. الموضوع زي ما يكون طار بيت بينك وبينها. انا فكرت اروح لها واسالها انت بتعملي كده ليه؟ ومصلحه مين ده كله؟ وتعرفي جمال منين اصلا؟ وايه اللي بينك وبين جمال يخليكي تعملي عليه الحاجات دي كلها؟ انا مش فاهم يعني. طول عمري شاطره في الصحافه من اول ما بدات. التحقيقات اللي كانوا زمايلي ما يعرفوش يلموا حواليها مصادر او يجيبوا منها معلومات كان الاستاذ داود رئيس التحرير يديها لي. كنت اخد الموضوع كانه شخصي وكانه طار بيت بيني وبينه لغايه ما اجيب اخره. لا لا انت مش سهل، انا خاف منك بقى. تخاف مني انا؟ اوعى تقول كده تاني هزعل منك. طب انت مش خايفه اطلع وحش؟ لا يمكن. احساسي لا يمكن يخدعني. حتى لو طلعت كده هفتكر لك ايامنا الحلوه بس. يا وحش. جيمي جيمي ايه يا ابني رحت فين؟ سيبها يا اشرف خليها تعمل شغلها. هو انت تعرفها بجد؟ يلا بقى والنبي يا استاذ رئيس النيابه طالع مش عايزين مشاكل. ماشي ماشي حاضر. يلا ربنا معاك. ما قولك فيما ثبت بمحضر الضبط بارتكابك لحادث تفجير الكنيسة؟ ما حصلش. وما قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع عدة عناصر لارتكاب حادث التفجير؟ أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وكاميرات مراقبة الكنيسة من الداخل والخارج اللي بتثبت إنك كنت هناك وشهادة الشهود اللي بتأكد نفس الكلام. وجودي هناك مش معناه إني ارتكبت الحادث. ايه اللي وداك هناك يا جمال؟ مفيش حاجة تمنعنا نزور بيت من بيوت ربنا. أنت مسلم ولا مسيحي؟ ليه الأسئلة العنصرية دي بس يا باشا؟ جاوب على قد السؤال. مسلم. طالما مسلم ايه اللي وداك هناك؟ يعني بحس براحة نفسية. ويا ترى بتروح الجامع برضه ولا ما بتحسش بنفس الراحة النفسية؟ لا أكيد بحس بنفس الراحة، أنا بحب أزور كل بيوت ربنا. مسلم وظابط في أمن الدولة وفي كنيسة وقت تفجيرها مش شايفها غريبة شوية؟ ظابط دي سابقا، لكن دلوقتي يا صاحب شركة سياحة وزيارة الكنيسة جزء من شغلي. شغلك اللي هو ايه؟ الكنيسة دي مش مزار سياحي بس تكشف عشان الأفواج السياحية اللي جاية عن طريق شركتي من الخارج، وده سبب الزيارة مش أكتر. ويا ترى بتزور بإيديك فاضية ولا بتاخد معاك زيارة؟ لا مش فاهم السؤال. وبصماتك اللي موجوده على شنطه احتوت على قنبله ما انفجرتش؟ لا دي مش بصماتي. تصور التقرير اثبت انها بصماتك. المحامي بتاعي شكك في نزاهه التقرير ده. بتقارير منزهه عن اي شبهه تدليس. طب سعادتك تقدر تسال راعي الكنيسه والخادم. هما كمان بصماتهم كانت على نفس الشنطه. اللي بتتكلم عنهم دول يا جمال مسكوا الشنطه بطريق الصدفه. وانا كمان مسكتها بطريق الصدفه. وانا اتحدى ان الهالي قال لي اركنها جنبك. اللي هو مين الحد ده؟ حد معرفوش. شكله ايه الحد ده؟ لا مش فاكر، ما ركزتش في ملامحه قوي. هو اي حد يديك حاجه تاخدها منه على طول؟ بركن هالو مش باخدها منه. ايه علاقتك بالمتهم التاني سيد هلال؟ سيد مين يا فندم؟ سيد هلال. لا سيد هلال انا ما اعرفوش. ما قابلتوش قبل كده؟ ممكن اكون قابلته مره في امن الدوله. بس هو في التحقيق بيقول انه يعرفك من قبل كده نتيجه ضرب وتعذيب.
ضرب وتعذيب. طبعا وانت احسن واحد يكلمنا عن الموضوع ده. قول لي يا جمال، ايه سبب رفضك من جهاز الشرطه؟ قررت على السوفي بس. سيادتك تقدر ترجع لتقرير الوزاره وتتاكد بنفسك. اتاكدت فعلا وعرفت انه بسبب قسوه في التعامل اثناء التحقيق مع احد المتهمين واللي مات على ايديك. ما حصلش. تقرير طب الشرعي اثبت ان هبوط حاد في الدوره الدمويه. بس انت عارف التقارير دي كانت بتتكتب ازاي؟ تقرير الطب الشرعي منزع عن اي شبهه تدليس. مش كده ولا ايه؟ ما قولك فيما هو منسوب اليك من حيازه ذخائر واسلحه ناريه دون ترخيص؟ كلها مترخصه. كلها لحمايه شخصيه.